كان عندي فكرة لكن صعب إني أحققها شخصيا بسبب الظروف اللي إحنا بنعيشها. توجهت إلى حضنة يوكاس التكنولوجية، قدمت مرشدين زراعيين، دورات زراعية مختصة بالفكرة اللي قدمت إلها، كذلك قدمت مختص بالتسويق والبيع وكيفية الترويج للمنتج سواء كان منتج طازج أو منتج مجفف. بعد ذلك نضجت الفكرة بالنسبة إلي أنا كمقدمة للفكرة ولحاضنة يوكاس التكنولوجية، وقامت بتمويل هذه الفكرة وبتوفير المكان اللازم وكذلك مستلزمات الفكرة المراد تحقيق فيها هذه المشروع. أشكر حاضنة يوكاس التكنولوجية ومؤسسة أوكسفام الدولية على ما قدموه لنا في هذا المشروع.